أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ صدق الله العلي العظيم. النجاح الحقيقي هو النجاح عند الامتحان. الإنسان الصالح هو من يكون صالحا حينما تواجهه تحديات تدفعه باتجاه الفساد. النجاح المطلوب هو النجاح الذي يمثله المثل المعروف: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. عند الادعاء الكل يدعي أنه من الملائكة أو على أقل التقادير من الأولياء أو من الصالحين، لكن حينما تدق ساعة الحقيقة ويجد الجد، شوف شلون وضعه. كل الناس يدعون أنهم أمناء، لكن اعطي مبالغ كبيرة من المال خليها بيد هذا أو ذاك امتحن. كم رأينا من أناس كانوا يدعون الصلاح ويسعون لإصلاح مجتمعاتهم، حينما أصبحوا موظفين كبار وأصبحت تحت أيديهم أموال خانوا. هذا الامتحان. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. كم من أناس يدعون الشجاعة، لكنه إذا جد الجد ووقعت حادثة أو كارثة أو مشكلة أو مواجهة، تجدهم كالغزال يهربون. عند الامتحان احنا لازم نجرب الناس. هذا الكلام الذي قلته مثل: عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، مقولة الإمام علي سلام الله عليه، وقد ذهب مثلا. طبعا عند الادعاء كل الناس يحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا، وينسبون إلى أنفسهم إنجازات لم يحققوها، أهداف لم يصلوها، بطولات يذكروها لأنفسهم لم يصنعوها. فكم من مدع زهدا وتقوى إذا وصل إلى السلطان قضم مال الله، قضم الإبل نبتة الربيع. وكم من مدع شجاعة إذا واجهه موقف صعب أطلق ساقيه للريح قائلا: أنا في الحرب ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال. كم من مدع علما صبرا فهما كرما أي صفة من الصفات الأخلاقية الحسنة، لكنه عند الامتحان تبين أنه أبعد ما يكون عن كل ذلك. كان رجل عرف بالزهد والتفرغ للعبادة، وكان يعيش في الجبال، وكانت تنقل عنه حكايات مبالغ فيها. أحد العلماء صمم أن يستكشف أمره. واحد يدعي ويتظاهر مثلا، أمر بسيط، الكلام حول الحقيقة. ذهب إلى المكان الذي كان يسكن فيه ذلك المعروف بالزهد في مغارة عند سفح جبل. هذا الزاهد سأل هذا العالم اللي جاي يمتحنه، وما يدري جاي يمتحنه، قال له: من أين جئت وإلى أين تريد أن تذهب؟ قال العالم: من المكان الذي ظهري إليك، وأذهب إلى حيث يتجه إليه وجهي. شوف ظهري وين، أنا منك جاي وأروح منك. فقال الرجل: إنك تدعي العلم، والذي يدعي ذلك لابد أن يعرف من أين يأتي وإلى أين يذهب. شنو هالجواب اللي أعطيتنا؟ من وين جاي؟ من المكان اللي ظهري إليه. وين رايح؟ المكان اللي وجهي إليه. شنو هالجواب؟ زعل جناب الزاهد. فقال العالم: جوابي ظاهره بلا معنى ولكن باطنه عميق. وأضاف: عندي سؤال، أنت ماذا تعمل هنا في هذه مغارة؟ مش تسوي هنا؟ طبعا قال أن هذا جوابي ظاهره
بسيط وحقيقته عميق. كلامه صحيح. شوف أنت شو ما تريده وشنو اللي تريده، فاللي تريده رايح إله. إذا أعطيت ظهرك للدنيا وأقبلت على الآخرة، فأنت من الدنيا جئت وتركت الدنيا خلفك وذاهب إلى آخرتك. هذا معناه تقريبا. على كل حال، قال زين أنا أسألك سؤال، أنت شو تسوي هنا؟ فبدأ الرجل يمدح نفسه، منذ 20 عاما وأنا متفرغ للتأمل في الحياة، وامتلكت مزايا كثيرة كالصبر، وإن الآن في مقام القداسة حقا، أنا قديس. قال العالم نعم، هكذا يراك الناس، لأنك تخدعهم بما تدعي، أنت كذاب فيما تقول. فغضب الرجل وقام من مكانه منتفضا وصرخ، كيف تسمح لنفسك أن تؤذي رجلا قديسا بكلامك؟ شو الكلام اللي تقوله؟ تقول عني كذاب وتخدع الناس؟ قال العالم لم أتفق معك بعد على ما تقول، ولكن إذا كانت مزحة بسيطة تسلبك التحمل، مزحت وياك شو فقدت صبرك، انسلب تحملك. أنت تقول 20 عام وأنا هنا ولقد تعلمت وحصلت على صفات كالصبر وما قدرت تصبر على كلمة من عندي، هذا يعني أنك أهدرت عمرك على خواء. الرجل سقط في الامتحان، نجح في الادعاء وسقط في الامتحان. لا بأس بأن ندعي، بشرط أن نكون مصممين على أن نفعل ما ندعي. يعني إذا واحد يقول أنا شجاع وأمام الناس يقول يا جماعة ترى أنا شجاع، إذا وقعت حادثة تتطلب منه الشجاعة فليستخدم شجاعته. يقول الله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، حتى لإيمان رب العالمين يمتحنه في عباده، يعني يصير في حالة تحدي وفي وضع يحاول هذا الوضع يسلب من عنده إيمانه. لازم نشوف أنه يتمسك بإيمانه ويترك إيمانه. شوف يوم اللي مصلحته في جهة والتزام الديني في جهة ثانية شلون أوضاعه. حينما تكون توجهات الدينية جهة ورغباته في جهة ثانية، شوف هناك وضعه شلون. من يدعي العفاف مثلا إذا كان في مكان وحده مع فتاة غير محرم عليه، شوف وضعه هناك شلون. هل يتصرف كيوسف الصديق، يهرب منها أم يهجم عليها؟ عند الامتحان يكرم الرجل أو يكرم المرء أو يهان؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والسلام عليكم ورحمة الله.